إلى ذلك أكدت سعادة السيدة سهى الفار سفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى البحرين أن العلاقة البحرينية المصرية تحمل استراتيجية واضحة لتنمية العلاقة وتحقيق التكامل بين البلدين، وأشارت إلى أن تبادل الزيارات بين قادة البلدين يخدم الأهداف المشتركة وخصوصا في مجال التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب. رئيس بيزور مؤسسات بيشوف تجربة البحرين، جلالة الملك بيزور مصر بيختلط بيحتك بكل الناس، زار الكنيسة، زار الأزهر، دعم الأزهر عشان دور الأزهر، قرر إنه يبني مدارس في أماكن معينة، الخيرية الملكية بتشتغل، فده إحساس بال 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 بمصر باللي موجود في مصر، بالسلبيات والإيجابيات، ورؤية عميقة إن مصر بعد استراتيجي هام، ان مصر العمليه مش بس انها عواطف، لا ده في استراتيجيه واضحه لتنميه العلاقات، للتكامل، لبناء العلاقات بين رجال الاعمال دلوقتي افضل من الاول بكتير. النظره كمان ان انا افهم الجيل الجديد في البحرين، والجيل الجديد ده يتعامل ويفهم الجيل الجديد في مصر، كل دي الحقيقه عناصر مهمه جدا، وتبادل الزيارات ده بيخدمها من غير ما نقعد نعمل شعارات كبيرة، لا، في حاجات بتؤسس عليها. العلاقة النهاردة بين مصر والبحرين في مجال الشباب علاقة لا يمكن ان احنا نغفلها، يعني لما تشوف ان في تبادل بين الشباب بيحصل، محتاجين الشباب يعرفوا بعض، محتاجين يقدروا يفهموا بعض. العلاقات في المجال العسكري ومقاومة الإرهاب علاقات عميقة جدا، بس أهم بعد فيها إنه الجندي المصري بيعرف الجندي البحريني، بيقدر يتفاهموا الاثنين مع بعض. فأنا ببني أسس لعلاقات قوية، والزيارات وتبادلها أساس في ده. هذه الزيارة احنا نترقب هناك في توحيد المواقف السياسية، في توحيد أيضا في المواقف التي تهدد المنطقة. لا ننسى الإرهاب، مصر تعاني من الإرهاب، ونحن أيضا في المنطقة نعاني من الإرهاب. هناك تنسيق لا شك وكبير على مستوى العسكري، على مستوى الاستخباراتي، على مستوى كل الأصعدة التي نحن يعني للقضاء على هذه الآفة. فهذه الزيارة سوف تكون مهمة. نقول للرئيس المصري فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مرحبا بك. فنحن يعني نترقب هذه الزيارة ونترقب نتائج هذه الزيارة. هناك قناعة لدى ملك البحرين، وهذا ظاهر من كثير من التصريحات واللقاءات التي عقدها اللقاءات الصحفية، التي تؤكد إيمانه بالدور المحوري الذي تقوم به مصر، والذي تمثله مصر بالنسبة باعتبارها ثقل استراتيجي للعالم العربي وإضافة للعمل العربي المشترك. ولهذا أعتقد أن الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في هذا السياق.